رح نتابع مشاهدينا فقراتنا لليوم بعالم الصباح، ومرة من جديد رح ننتقل عند الشيف مازن مع ورشة ملح لحتى نتابع التارت وين صاروا، وكمان التويل دماند يلي كانوا بالفرن لحتى نشوف إذا خلصوا أم لا. صباح الخير من جديد مشاهدينا. بأول خمس دقايق حضرنا سوا الباتسوكري أو عجينة التارت والتويل أوزاموند. تارت بالفرن لحب نشيلهم، صاروا خالصين. ريحناها طبعا العجينة بالفرن، رقيناهم وخبزناهم، شايفين ما أحليهم، لونهم رائع، من بدنا نعطيهم لون أكثر من هيك. طبعا بدي أذكركم بس بعجينة التارت على السريع شو سوينا. حطينا 125 جرام من الزبدة مع 85 جرام من السكر البودرة، ضربناهم على الماكينة بالكف مزبوط لحتى فاتوا ببعض، زدنا لهم 220 جرامات من الطحين مع 25 جرام من اللوز البودرة، 4 جرامات من الملح، شوية فانيليا زدناهم عليهم، وآخر شيء زدنا لهم بيضة. لفيناهم بينيهم بالبراد، ريحناهم، رقيناها وخبزناها بالفرن مثل ما شفتوا. وهيدا التويل كمان أنا سويتهم هلأ وخبزتهم. كمان حطينا 125 جرام من السكر، 125 جرام من اللوز الكسر، زدنا لهم 20 جرام من الطحين و25 جرام من الزبده. هلا مشاهدينا بدي ساوي انا وياكم الكريم باتسيير، وبدي اعمل الجناش شوكولا بهالوقت عشان نربح وقت. بالنسبه للجناش بدي احط 250 ملي من الكريم فريش حيواني على النار. طبعا انا عندي هون شوكولا قطعتهم، شوكولا اسود مر قطعتهم شقف صغيره. هلا لما يفور الكريم بزيدهم فوقهم. بهالوقت كمان بدي احط على النار هون الحليب، عندي 350 ملي من الحليب. بدي احط بقلبهم الفانيليا، بدي 1.5، نشيل كل الفانيليا بهالشكل مثل ما شايفين. طبعا هدول كلهم مع العودة اللي لهم بدي احطهم بقلب الحليب لحتى كلها تطعم بالفانيليا، طبعا تعطيها طعم كتير طيبة. هيدي الكريم باتسيير فينا نعملها على فاني، فينا نعملها على بيستاش، على اي شيء بدنا. هون عنا صفار البيض، عنا 4 صفار بيض، بدنا نحط لهم 80 جرام من السكر و30 جرام من النشا. بس اول شيء السكر نحركهم مزبوط لحتى يبيض شوي الصفار، شايفين كيف عم يتغير لون الصفار. لكن اول شيء عم مثل ما قلت لكم عم نسوي الجناش شوكولا اللي هو حطينا 250 ملي من الكريم. لما يفور الكريم بدنا نضيفهم على الشوكولا اللي هن 300 جرام من الشوكولا الاسود المر قطعناهم صغير، ومنحرك بالمعلقه. اهم شيء نحرك بالمعلقه مش بالشريط الخفق الجناش، ليه؟ حتى الهواء ما يفوت على قلب الجناش. بالنسبه للكريم باتسيير، لكن هون عندي 4 صفار بيض، حطيت لهم 80 جرام من السكر و30 جرام من النشا، كمان 30 جرام من النشا مع الصفار. بدي هون الحليب عم سخنه مع الفانيليا. هلا بيسخن الحليب، بزيد نص الكميه هون بالمصفاية، بحركهم بيرجع بسخنه مزبوط. لما يفور بسخنهم كلهم سوا، بصفيهم فوق الصفار، برجع برجعهم على الطنجره وبطبخهم لحتى يبلشوا يبقوا ويشتد الكريم باتسيير. اخر شيء بزيد لهم الزبده. انا ما رح طبقها، رح انطركن، هي طفيت تحت الحليب، بس رح ساوي الجناش، رح انطركن لما نرجع على الساعه 12 وثلث تقريبا، رح نساوي سوا الكريم باتسيير ومنساوي الكريم سيترون سوا.
هلا بروح لعندك غادة ولما نرجع بنطبقهم سوا. ايه انطرنا اكيد لانه تحالفنا نحن نشوف كيفية التحضير، انما بمحطتنا التالية رح نتعرف على حملة جديدة لحتى قد ما فينا نقدر نخفف من حوادث السير، خصوصا يلي بيكون سببها استعمال الهواتف داخل السيارات. فادي جبران رئيس جمعية كن هادي، صباح الخير. صباح اهلا وسهلا فيك. نحن بنعرف انه دائما على مدار السنة في عندكم نشاطات، وهالمرة هالحملة هيدي موجهة الى استعمال الهواتف، وخصوصا يمكن الرسائل يلي بنقول نحن انه ولو شو بدها 3 ثواني هلا ببعث لي كلمتين وبكفي انا وعمسو. هالحمله هيدي بالتحديد شو بدك تخبرنا عنها؟ لانه هي كمان بالتعاون مع الفا. مزبوط، بس لخبر كيف بلشت الحمله. هي الفكره انه كنا بايطاليا من 3 سنين وتعرفنا على شوماخر كان بحمله مروريه للسلامه المروريه، وطلعنا معه بالسياره وبيقلنا انه اهم شيء الايدتين يكونوا على الديركسيون على طول كل الوقت، العيون على الطريق والراس كرمال الرياكشن، يعني الايدين اذا صار حادث انا اذا حاطت ايد على الشباك وايد هون زحطت ايد ما فيني امسك اتجنب الحادث، والعيون تقدر شوف اذا صار شيء تعرف شو لازم اعمل، والدماغ كرمال اعمل رده فعل لاعرف شو لازم اعمل. ورده الفعل بدها بين النص ثانيه وثانيتين حسب العمر وحسب شو عم بيعمل الواحد. تنقول شخص بده ثانيه لرده الفعل. ثانيه اذا انا عم بعمل رساله بثانيه معناتها وبسرعة 50 متر بكون قطعت 12 متر ما عم بتطلع على الطريق، يعني تصوري واحد مغمض عيونه 12 متر وعم بيسوق، هل بتقبلوها ولا لا؟ بقى هي المشكلة رح أقول لك إنه كل واحد بيفكر إنه هو بيقدر، يعني ايه مزبوط، كمان هذا السؤال سألته. ايه إنه أنا ولو أنا هلا بدقيقة بسيطة أنا معود وبدقيقة هلا ببعت كلمتين أنا وسايق وبيمشي الحال. قلت له كيف في؟ قصة معود. إنه في ناس فيك تسوق وتكتب ما في مشكلة، قال لا انت فكرك بيتشتت، بيروح مثلا عم تحكي مع حدا وعم بتسوق بصير يروح شوي عم تحكي معه شوي عم بتسوق، مشان هيك ما بتعمل حديث اذا حظك حلو ما مرق حدا، اذا مرق سابق قدامك اشاره حمراء ما تنتبهي لها، ضروري تكوني مركزه كل الوقت. هذا السؤال اول شيء سالني، قال طيب هلا عم نحكي معك عم تحكي معنا انت وعم بتسوق، قال ايه نحن هلا 8 عيون بالسياره عم نطلع عم ننتبه وانا ما كثير عم بركز معك وانا على الطريق اكثر. وتصور حدا عم بيعمل امتحان، اذا عم تعمل امتحان رياضيات وحيلا امتحان فيك تفكري بشيء ثاني بدك تجاوبي غلط لا. يعني اكيد لا ما فيك. بقى مشان هيك شفنا انه كل العالم على الطريق هلا طلعي كل العالم عم بيبعتوا مساج يا عم بيحكوا 6 على 10 يا ما 7 على 10 بس 3 مش معناتها ما عم بيحكوا، ثائب مع حدا دق لهم يعني مش بهالدقيقة ما حدا مش كان عايزه ما في كل العالم عم تحكي. وقلت لكم شو بيصير وبطلب من كل العالم، ما قدرت اجيب الفيديو هلا معي فرجيكم اياه، يفوتوا على يوتيوب في يحطوا غوريلا اويرنس تيست، ما رح اقول شو هو، يعملوا ويشوفوا انه ما بيقدروا يعملوا شغلتين بذات الوقت. بذات الوقت، على كل حال نحن عندنا هلا فيديو صغير نشوف بس للحمله كيف واحد يقدر يتابع شو عم بيصير، منتابعها سوا وبنرجع منكفي. حلوه كثير الدعايه. ما حبينا نفرجي حدا متوفى لان كل العالم صار مستعملها، حبينا نفرجي حدا مقطوش ايده. بتعرفي اذا عم نحكي على التليفون هي انه امتى رح تتعلموا بقى، بالزمانات عملنا دعايه الحيوان، يعني حبينا كثير نضقر العالم شو عم بيصير شو عم تعملوا. وبالدين بتعرفي بالدين كل الاديان السماويه ممنوع حدا ولا يقتل الثاني ولا يقتل حاله. صحيح. بقى ما بعرف شو عم بيعملوا العالم، من بعد ما شفنا 7 على 10 فكرنا نعمل هالدعاية وحبينا نحط حدا مقطوش ايده، وحتى حطينا بالبيلبوردز اللي حطيناه هون انه كلفة المكالمة غالية على السيارة، يعني يمكن تتوفى، يمكن تأذي غيرك، يمكن صبي عم بيقطع تأذيه، يمكن تضرب السيارة،
يعني بدل غالية بس على حاله كمان الشخص يعني قديه يعني هون مزبوط. بعتقد انه مزبوط. بس محلها صار فيه مثل ما هون شفنا بالسيارة كلفت بهالدعاية اكيد رح تطلع ضربة صغيرة بدل دولار دفع دولار وتصليح السيارة واخر وقته وما راح على الشغل و يمكن روح شيء عمليه بيربح فيها مصاري منيح كمان هيدي بركي هيدي بتخليهم اكثر يندفعوا. ليش حتى صارت هالحمله هي بالتحديد بالتعاون مع الفا؟ تقدمنا من الفا وعرضنا عليهم الفكره حبوها كثير اكيد نتشكرهم لالفا وتفاجئنا انه قبلوا نعمل هيك دعايه لانه بتعرفي هي شركه بتبغي الربح يعني بتتمنى عالم تحكي على التليفونات كل الوقت قبلوا معنا فضلوا الانسان على انه على الربح اكيد هلا رح يضل يعملوا ارباح بس يوصلوا الرسالة انه واحد على القليله بالتليفون ما يستعمله هلا يعمل يعني انا بنظري انه بالسياره الا ما واحد يقدر بخمسه 10 ثواني 15 ثانيه يلاقي محل يصف على اليمين ياخذ يمينه وياخذ دقيقتين ثلاثه يرد ويبعت المساج اللي بده اياه ويتواصل مع كل الناس يلي عم بتدق له وبعدين صح هذا اللي بدي اقوله انا انه أول شيء ما حدا يستعمل التليفون، أصلاً بالقانون ممنوع تستعمل التليفون. ممنوع تستعمليه. رح نحكي عن القانون، بس أشوف قديش عم يطبق. ممنوع تبعتي مساج وممنوع تستعملي هلا إذا في بلوتوث بالسيارة، ممنوع تستعملي إذا بلوتوث بتجاوبي مش أنت بتدقي، فيك تجاوبي بين نص دقيقة وثلاث أرباع دقيقة، مش أكثر الوقت تتقلي له وتنزيحها جنب مكفي يا متى تاخذي إذا في شيء سريع مهم ضروري تاخذيه منه. بس مش اكثر منه ممنوع يستعمل بالسياره طيب ما نحكي بس عن القوانين لانه بنحس بلبنان انه هيك بيصير مثل فوره وفجاه بتلاقي بالطرقات كله حواجز ومين عم يحكي ومخالفات وماشي المخالفات وهيك ان كان على السنتور او ان كان حتى على الحديث على التليفونات القانون هون على ما يبدو كمان هلا عم بيتعدل هيك سمعنا اخر خبريات انه كمان رح تغلى اكثر كلفة المخالفة إلى آخره بس قصة التطبيق يعني اليوم قديش فيكم تتابعوها أنتو كجمعية هو القانون القديم كان فيه ممنوع واحد يستعمل التليفون بالسيارة والقانون الجديد كمان فيه مثل ما قلتي علوا الغرامة الغرامة يعني صار 350 ألف ل 450 ألف وبيخدوا لك 3 نقط بتعرفي هلا صار بيعطوك دفتر عليه 12 نقطة كل ما تعملي مخالفة بيشيلوا لك نقط هاي بينشال عليها 3 نقط و 350 ألف ليرة بس للأسف توقف القانون ما بعرف ليه وقفوه أصلا ممنوع حدا يوقف قانون يعني طلع قانون من مجلس النواب ورجع توقف يعني ولا بدهم يطبقوا القديم ولا جديد هلا أوكي عمل قانون كتير حلو بس ما بيطبق يعني ممنوع حدا ينصف على الرصيف وين بده يصفوا العالم بده يقولوا مطرح يلاقوا بدائل هلا في بطرقات الجديده الاوتوسترادات الجديده في عم ينعمل محلات إيه إيه أكيد واحد أكيد يقدر أكيد بس بيروت وين بدها تصف العالم والسيرفيس ممنوع يصف على جنب بيطلع حدا الا مطرح خصوصي لإله بس اليوم بيصف بكل هلا قانون كثير حلو هي العبره بالتطبيق مثل ما قلتي اذا ما تطبق ما له معنى كله حبر على ورق ما بيفيد شيء ما والعالم ليش لازم تطبقه اذا بتتذكروا بالامارات من سنتين وقف البلاك بيري على ثلاث ايام نزلت حوادث السير 40% بأبو ظبي وبدبي نزلت 20% كما بالعكس 21 41% بقى شو بدكم اكثر من هيك مثل يعني وخبرتكم السنتين انه ما بكون عم طلع على الطريق شو لازم واحد يعمل اكثر من هيك تيقني على العالم يا ما يطبق القانون ما عم اقول لك هي كمان قصه اذا بدك قناعه وطريقه تفكير انه خصوصا عند الشباب انه انا بعمل المستحيل انا فيني أنا بقدر يعني هيدي قصة أنا بقدر وأنا فيني وبسيطة وكلها ثانية وهلأ يلا خلص عم ببعت وأنا ببعت على العميانة ما هي بتصير كمان مثل تحدي شباب بين بعضهم قديش فينا نفوت على عن جد عقليتهم وطريقة تفكيرهم وتكون هالتوعية هيدي لقلهم موجهة ما تصير مثل هلأ يشوفوا حالهم على بعضهم بغير أشياء بالدرس بالشغل بس مش ينمروا بغير طريقة هيك ينمروا على بعضهم بغير طريقة ايه بركة مثلا مشان هيك حوادث سير بتصير مع الشباب اكثر حوادث سير بين 19 و 25 لانه هن بيفكروا حالهم بدايات بيقدروا يعملوا كل شيء
نعم. على كل حال بتمنى انه هال يعني الحمله هيدي توصل الى كل الناس. بدي بس كمان شير انتباهك انه نحن بعالم الصباح عم نعمل حمله على مدى كل شهر نيسان لها علاقه بالساينز يلي بيبقوا موجودين بالطرقات. اليوم عندنا هدول الاثنين يلي هن اولويه المرور وعدم اولويه المرور للطرقات. هدول نحن عندنا مثل الزهور والهيك ما حدا بيطلع فيهم، ما حدا بيعرفهم، ضروري كثير الثقافه. مشان هيك نحن عم نعمل نبرم مدارس وجامعات تنفسر لهم شو معناتها، وكثير هينين واحد يقريهم. هلا هول حطيتيهم مش موجودين هلا، هدول مش موجودين على الطرقات، بس موجودين بالقانون. موجودين بالقانون بقليل حتى واحد يقدر يستعملهم، بس غير علامات سير موجوده، كل علامات سير موجوده. و بتعرفي اللي بيفرق الانسان عن الحيوان هو انه نحن بنحكي هو ما بيحكي، واللي عم بيسوق ما اكيد ما بيحكي مع الثاني، بس في طريقه يحكوا مع بعض. في اشاره بده يحط اشاره، منا اوبسيون هاي، الواحد بده يلف على الشمال ما بيستعملها، بده يضوي الضو، في زيحه الطرقات بتحكينا بتقلنا هون فينا هون ما فينا، وفي اشارات، يعني هاي الطريقه الوحيده. تخيل اذا واحد بالسياره وعم بيحكي على التليفون وواصل على مفرق، كيف بده ينتبه له؟ وكيف بده يشوف اصلا الاشاره اذا بده يوقف او يلف او الى اخره؟ مشان هيك قلت عقله بيتشتت شوي هون شوي هون، ما رح يقدر يركز. وصار مره معنا حادثه، مره واحد بيبعث لنا ايميل بيقلنا عملنا بدي منكم 5000 دولار. بتتذكروا في مده بعثنا رسائل نحن اذا مستعجل سوق مهلك، بده يكون سلمى عم بيسوق على الاوتوستراد وسلمى رساله. فتح ماشي، بس بعد ما فتحها بس مسك هيدا وقفت السياره قدامه، فات فيها واللي ورا فات فيه. بقى قلنا له ممنوع بالقانون تستعملها، واقتنع بالاخر انه ممنوع ابدا. صار لي خليه مضبوب بالجيبه او مطفي. اهلا وسهلا فيك معنا اليوم بعالم الصباح فادي جبران، رئيس جمعيه كن هادي. بتامن الكل انهم بالفعل يفكروا فيها لهالحمله وكل الحملات يلي بلبنان عم بتكون لحتى نخفف قد ما فينا من حوادث السير. بريك صغير وبنرجع منتبه.